بنرجع بقى المشوار مع بيراميدز. بيراميدز مختلف مع إيهاب جلال طبعا طبعا. احنا كان يفقدنا يعني بصراحة يعني نلعب كمجموعة، ما كانتش يعني الموسمين اللي فات كان الموضوع بعيد جماعي يعني. ما كناش بنلعب، كنتوا لعيبة كويسة بس مش فرقة كويسة. كنا بنلعب بس مش للمجموعة، ما كانش كل واحد بيلعب للمجموعة. يعني دلوقتي لا، احنا صراحة 11 لعيب في الملعب، احنا اول حاجة بننزل نفكر فيها تاتا بونت كويسين او مش كويسين، هناخد تاتا بونت بقى. بيجي لنا يعني انا ببقى نازل ملعب عامل حسابي ان انا طالب التاتا بونت، الكلام ده ما كانش بيحصل معانا بعدين. طيب عايزك تبتدي بقى المشوار وتحكي لنا قصه بيراميدز اللي الناس مش فاهمها دي، يعني انت ابتديت ازاي مع بيراميدز ومدربين مين ومشيت ازاي ودخلت ازاي وبقيت اساس ازاي وايه اللي غير ان انا النهارده انزل ماسك التلاته بونت عن ان انا انزل مش ماسك حاجه من اول لما من الاول. بص بيتك ومطرحك براحتك. يعني انا لما اخر موسم كان ليا كان مع الاسيوطي قبل ما الحاج محمود الاسيوطي يوسف يبيع النادي المستشار توكي الشيخ، بعدين يعني اختاروا مننا 10 لعيبه تقريبا، كنت انا واحمد طلبه ومهند لاشين وجايز، وكان في مجموعه كبيره وضعوا جونه. بعدين طبعا يعني ما شاء الله مع المستشار اشترى منتخب العالم، يعني الواحد فجاه لقى نفسه في فريق كبير. يعني لقيت نفسي على يميني نص ملعب جايب 30 مليون وعلى شمالي نص ملعب جايب 50 مليون ومحترف فين. وانت يعني حاول تاخد لك مثلا 20 مليون بس. لا 20 كمل معاك. بس بعدين انا طبعا كنا لسه جايين الفريق، انا قلت انا ان شاء الله موجود، يعني قلت ان شاء الله انا موجود مفيش، اشتغل على نفسي وان شاء الله هظهر وابقى موجود. الحمد لله اشتغلت مع كان في مدرب برازيلي موجود كانش يعرف حد خالص، دي برضه بنسبه كبيره فرقت معايا، كانش يعرف حد ابدا في الفرقه خالص، وجي شاف كل اللعيبه في الملعب اللي جاي من بره والموجود. اشتغلت وفي فتره الاعداد عملت فتره كويسه، كل الماتشات الوديه واول ماتش في الدوري كنت بلعب. اول ماتش الحمد لله لعبت كل السنه مع كل المدربين اللي جت اول موسم، والحمد لله بلعب مع كل المدربين اللي بتيجي. انت ما اتخضتش؟ يعني زي ما انت قلت كده كل اللعيبه دي جت وبتاع وانا هلعب، انا كنت بلعب في الاسيوطي فجاه بقى الفريق قلب ريال مدريد فجاه. حضرتك يعني لو انت اتخضيت يبقى انت مش ممكن تلعب، ما كنتش هوصل الحمد لله اللي انا فيه دلوقتي. انا قلت لا يعني الحمد لله هم لعيبه كويسه وانا لعيب كويس. خليتني واثق في امكانياتي واشتغلت على نفسي بشكل كبير ودوست على نفسي لحد ما بقيت موجود يعني. وانت اصلا بتلعب في الاسيوطي حلمك كان ايه؟ يعني انت الحلم اتغير بلمح البصر؟ اكيد الحلم كان، بس الحمد لله من وانا صغير وانا الحلم بتاعي كبير. يعني انت وانت بتلعب في الاسيوطي عارف ان انت رايح؟ لا ما كنتش عارف طبعا، بس من وانا بلعب في درجه ثالثه كنت عارف ان انا ان شاء الله هبقى لعيب كويس وان شاء الله هلعب منتخب مصر. كان في حاجه كده قلتها لناس صحابي ان وانت في بني عبيد؟ هو انا في بني عبيد، قلت لهم ان شاء الله انا هلعب منتخب مصر. وانت في بني عبيد؟ انا والنني من منطقه واحده. طبعا النني اخويا الكبير يعني على طول بيكلمني مثلا. ففتره من يعني كنت بلعب انا في بني عبيد يعني. فواحد والنني كنا نازلين نلعب مع بعض وهو كان بيجي يتفرج، فصاحبي قال لي ان شاء الله ربنا كما كنت ان شاء الله العب انا والنني في منتخب مصر. بس فانا على طول حاطط امل جوايا ان انا لعيب كويس وان انا واثق في امكانياتي. 25 ربنا يديك الصحه يعني، لسه المشوار ان شاء الله باذن الله طويل يعني. كبرت اقرب لا لسه 25 كبرت ايه؟ اقرب لاعب ليك في بيراميدز مين؟ لا انا صراحه اثنين بصراحه، كابتن عبد الله السعيد وعمر جابر. اقرب اثنين ليا في بيراميدز، بس انا في لعيبه كبيره يعني كتير ليا في بيراميدز، بس هم دول اقرب اثنين ليا دايما معايا يعني. بس عبد الله يخليك تتفرج عليه كتير، لا مش كوره قصدي بس كل حاجه طبعا، شخصيه وهادي وجدد طموحه على طول واحلامه ويرجع والناس تقول عبد الله فنش يرجع اقوى من الاول، الضغوط ما تاثرش فيه، الانتقاد يقدمه للي قدام ما ياخروش لورا. يعني بص يعني في اللازم عشان تمشي بخطوات كويسه انك تلط من حد، فاكيد لو مش هتلط من حد شخصيه قويه ما يفرقش معاه حاجه دايما ايجابي دايما عايز يبقى موجود دايما عايز يبقى رقم واحد يبقى انت كده مش هتوصل لحاجه. فانا بصراحه يعني عمر وعبد الله انا على طول بيتكلموا معايا بشكل كويس، بنلقط يعني انا بلقط منهم بصراحه. عبد الله ما تضايقش من قله البطولات؟ ما حدش ما بيتضايقش من قله البطولات، كل الناس بتتضايق من قله البطولات، بس عبد الله جاي من حته بيكسب على طول بطولات.
اما جه في وقت وفي لعيبه وفي لعيبه وفي لعيبه والبطولات مش موجوده، هتيجي البطولات. ها هتيجي ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله هتيجي البطولات. لا 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 احنا يعني الحمد لله كل موسم احنا بنعمل فيه حاجه، بس ربنا ما يوفقش. الموسم اللي قبل فات كنا نهائي الكونفدراليه، يعني على طول بننافس في الدوري باستثناء مثلا الموسم اللي فات شويه عطلنا شويه. في بعض الناس كاس مصر نهائي برضه يعني. في بعض الناس دايما يقولوا المنافسه في الدوري اهلي وزمالك لان الجماهيريه، ما اعرفش ده صح ولا غلط يعني. اللي احنا فيه برضه باستثناء الموسم اللي فات، الموسم اللي كنا احنا والاهلي والزمالك على المركز الثاني كان فارق بونت، اول موسم في لينا كان برضه فارق 2 بونت. فلا احنا يعني احنا على طول احنا الموسم اللي فات ممكن يكون اثر عليها بشكل بصراحه مش كويس، ادائنا ما كانش احسن حاجه، كل اللعيبه كانت عارفه ان هي مقصره، وان شاء الله الموسم ده نحقق حاجه. رمضان وفتحي اما جم عملوا نقله معاكم؟ طبعا لعيبه كبيره طبعا. طبعا كابتن احمد فتحي لعيب كبير جوه الملعب وبره الملعب، ضاف لنا كتير. رمضان صبحي لعيب كبير، كل اللعيبه دي ضافت. كابتن شريف الكرامي، كل اللعيبه اللي جت طبعا ضافت لنا. اللعيبه دي اما ضافت لكم اتفقت معاكم على بطوله؟ اتفقت معاكم على تغيير؟ زي ما انت قلت انا فهمت من كلامك ان احنا لعيبه كبار عناصر كتير، ولكن بس نبقى فريق كويس. بقينا الحمد لله فريق كويس الموسم ده، وانا بقول لك ان شاء الله الموسم ده ان شاء الله بيراميدز هيحقق بطوله ان شاء الله. اللي هي؟ لا مش كل البطولات اللي احنا داخلين ان شاء الله بننافس عليها الموسم ده. كل البطولات، الدوري، افريقيا، كاس، كل البطولات. انتوا فريق كويس كلعيبه؟ الحمد لله فريق كويس. شايف مين فنان ينافسكوا او يتنافس معاكوا وانتوا تنافسوا مين؟ كرؤيتك انت يعني. احنا اهلي زمالك بيراميدز. ثلاث فرق. اهلي زمالك بيراميدز. زمالك اهلي بيراميدز. بيراميدز زمالك اهلي. هم الثلاث فرق الموجودين دلوقتي. شايف الدوري ازاي السنه دي؟ اصعب بطوله للدوري هي السنه دي. اصعب موسم. ليه؟ الفرقه كلها بتصرف، الفرقه كلها عندها لعيبه كويس. الفرقة كلها عايزة تعمل حاجة. كل الماتشات قوية. يعني ماتش آخر فرقة في الدوري زي أول ماتش، زي أول فرقة في الدوري، الماتشات كلها قوية. أنت حاسس كده ولا برضه؟ حاسس. شفت الصراحة إزاي؟ الصراحة. بس أنت على فكرة فرقت كتير، النهاردة بتسأل وأنا بجاوب. شغل جامد يعني.